بعد مرور أكثر من عام على بدء تفشي فيروس كورونا، يزور فريق من منظمة الصحة العالمية الصين أخيراً لتنفيذ المهمة التي طال انتظارها والتي كانت قيد المناقشة منذ العام الماضي. التحقيق في أصول انتشار الفيروس لم يكن بالأمر السهل لبكين، فالزيارة لها أهمية سياسية بالنسبة للصين التي تفيد بعض الأنباء بأنها ربما تكون قد تأخرت في إصدار التصاريح اللازمة لدخول بعثة المنظمة، ما أثار غضب المدير العام للمنظمة الدولية. لكن السلطات الصحية في الصين عادت لتعلن أن مجموعة من علماء منظمة الصحة العالمية سيزورون البلاد للتحقيق في أصول كيفية انتشار الوباء وانتقاله إلى البشر، وأضافت أن الفريق سيتعاون مع العلماء الصينيين من أجل تتبع مصدر الفيروس الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019. واجهت بكين أنذاك انتقادات دولية بسبب مزاعم افتقارها للشفافية أثناء تفشي المرض، بينما أشادت الحكومة محليا بتعاملها مع تفشي الوباء. لكن الولايات المتحدة وأستراليا قادتا دعوات دولية لإجراء تحقيق في أصول الوباء، وهو ما وضع بكين تحت ضغط كبير. الجائحة التي تسببت في وفاة ما يقارب 2 مليون شخص وإصابة ما يقارب 90 مليونا في مسيرة بلا هواد في جميع أنحاء العالم، ولدت سلالات جديدة سريعة الانتشار والعدوى، الأمر الذي أدخل العالم في موجة إغلاق ثالثة وأوقعت الاقتصاد العالمي في دائرة العجز مجددا. وفي ظل القيود الصحية المفروضة عالميا، تتعافى مدينة ووهان الواقعة وسط الصين والتي تعد مسقط رأس الوباء، ها هي اليوم تحتفل بمرور الذكرى السنوية لظهور الوباء في أحد أسواقها. فصورة اليوم ليست كما هي بالأمس، والسكان يحتفلون بعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة. ومن ليون بفرنسا ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الدكتور يحيى مكي، الخبير لدى وزارة الصحة الفرنسية والمستشار السابق في منظمة الصحة العالمية. أهلا وسهلا بك دكتور. وفد من منظمة الصحة العالمية يزور الصين الآن بعد نحو سنة على تفشي كورونا. هل تعتقد بوجود فعلا رهانات علمية جدية يمكنها التعرف على منشأ الفيروس؟ نعم، مساء الخير لك وتحياتي لك ولكل مشاهدي الكرام. نعم، زيارة الوفد رفيع المستوى من الخبراء المنظمة الصحة إلى الصين له صدى كبير، وسوف يكون له يعني إيجابيات أكثر من السلبيات، لأنه الإيجابيات هو أنه سوف يتشاور ويتبادل الخبرات مع علماء الصين كما تفضلتم في التقرير. والفريق لا يذهب لكي يبحث على أصل السلالة وكيف انتشرت فقط، بل ربما سوف يأخذ الحكمة العظيمة والخبرة القيمة التي تعاملت معها الصين بالجائحة وكيف قضت عليها في الصين. وكما اختمتم البرنامج أو التقرير بالرقص في الشوارع والفرحة والسعادة وما نتمناه في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الأخرى والقارات الأخرى، الخبراء سوف يتبادلان معرفة وأصول الفيروس، يعرفان كيف حاربت الصين وما هي الوسائل وكيف كذلك وصلت، لأنه الشركة الوحيدة التي وصلت إلى ثلث لقاحات هي الصين. وكذلك إذا وزننا الوزن العلمي، كلنا يعتبر بأن الصين هشاشة من ناحية العلم وحصول على اللقاح، لكن إذا نظرنا إلى عدد المنشورات العلمية في أقل من سنة عن الكوفيد، الصين بلغت إلى 13,000 منشور بحث علمي في أعلى مستويات، بينما فرنسا 2,800، بريطانيا 3,400، العالم العربي بأجمله من الخليج المحيط لا يفوق 100 بحث علمي منشور، روسيا أقل بكثير. فالخبراء المنظمة عن الصحة سوف يدرسون أصول الفيروس
تغيرات الفيروس، كيف تعاملت الصين، ولكن وما أين هي بالضبط كذلك في الحقيقة دكتور هناك تكتم ما عن تفاصيل هذه الزيارة، وما إذا كانت مثلا ستشمل ووهان منشأ كورونا، يعني وخاصة بعد يعني ما تم القول بأن الزيارة تأجلت لعدم صدور ربما التصريحات الضرورية للفريق، ما رأيك؟ لا، الزيارة تأخرت ربما حتى يحضر نفسه الفريق المنظم عن الصحة، لأنه كانت له واجباته، هو كيف نصل إلى اللقاح، كيف نصل إلى التحاليل، كيف نحمي الشعوب في إفريقيا في أمريكا اللاتينية. وربما كذلك الصين لم تكن جاهزة لتستقبل الوفد المنظم عن الصحة، هي كانت دائما فاتحة الباب وتقول أهلا وسهلا مرحبا بأي فريق يأتي لتبادل المعرفة، لكن كانت ترفض من يأتي لكي يثبت الحجة ويتهمها بأنه الصين هي التي تسببت في هذا النشر، وربما فيروس مختبر ومصنع وبالتالي وليس يمكن ربط هذا الكلام يعني على ضوء كلامك هذا بموضوع التوقيت لهذه الزيارة، وهي تتزامن الآن مع الأسبوع الأخير الآن لوجود ترامب في البيت الأبيض، وهو الذي دائما أطلق على هذا الفيروس اسم الفيروس الصيني. نعم، لكن كذلك الصين اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وآنذاك كل منهما استدعى سفيرهما للآخر وطلب منه توضيحات. نحن من الناحية العلمية في المنشورات العلمية أثبتنا بأن هذا الفيروس أتى من الخفاش، ونفس الفيروس وجدنا عند الحيوان البانغولا الثدي الذي يؤكل لحمه طازجا أو حتى حيا. المنشورات العلمية وأنا عندي أثبتنا بأن الفيروس عند الخفافيش وعند البنغولان، هذه من ناحية. الناحية الثانية، انتشر الفيروس وعرفنا بأنه معظم انتشاره في أوروبا عن طريق السياحة وتبادل رجال الأعمال والسوح. نعم ثالثا، بأن الصين تعاملت بكل جدية منذ الأول لحد الآن، لماذا؟ لأنه لم ننتظر سنة حتى المنظمة العالمية للصحة، ربما زيارة هذا الفريق شكرا تأتي ربما احتفالا بعيد السنة الأولى التي أطلقت على اسم الطوارئ ومن بعدها الجائحة، نعم وهنا يثبت بأن الصين كل من وفر تحاليل إلى العالم هي الصين، وحتى اللقاحان ثلاث لقاح الصين بدأ يتوزع على العالم تقريبا من إفريقيا شكرا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية. شكرا حياتي، جزيلا لك شكرا. دكتور يحيى مكي الخبير لدى وزارة الصحة الفرنسية والمستشار السابق في منظمة الصحة العالمية، حدثنا من فرنسا.